حضرتك ايه هي العلامات اللي لو ظهرت على الطفل اعرف ان هو فاقد للثقة في نفسه؟ هل في علامات ظاهرية باينة ولا دي بتحتاج صعوبة عشان نقدر نوصل لها؟ طيب حلو قوي، انا مبسوطه قوي ان احنا نتكلم في الموضوع دوت، لانه مهم جدا وجزء كبير من الصحه النفسيه للطفل وممكن تعيش معاه طول حياته. انا هقول شويه علامات ممكن ناخد بالنا منها، بس دوت عايزه بس فكرنا ان ديت احتمال تكون معناها مع المتابعه ان في مشكله في الثقه في النفس، زي مثلا ان انا مش عايزه اشترك في حاجه، عايز دايما ابقى قافل على نفسي، مش عايزه بكسف قوي، يعني كسوف عادي بس مش عايزه اتكلم قدام حد عشان خايف اغلط، مش عايزه اجرب حاجه جديده عشان خايف اغلط، بكذب كتير. مش اي طفل بيكذب، ده معناه ان في مشكله في الثقه في النفس، بس احتماليه اعلى ان انا ابقى بكذب لو انا خايف دايما من شكلي فعايزه ابين صوره، ان انا بقول حاجات مش حقيقيه، ان انا الحاجه اللي ساعات الناس ما بتاخدش بالها منهم ان انا لو بحاول يعني اوري ان انا عندي ثقه بزياده في نفسي، ده ساعات بتبقى علامه ان انا ما عنديش ثقه بنفسي، لان انا من جوه حاسس ان انا قليل، فدوت بتعامل معاه بان انا بشو اوف زي ما بنقول، او ان انا بقعد ابين للناس ان انا خطير وتحفه لان انا حاسس ان انا محتاج رضاهم. ودي نقطه تانيه، ان انا على طول عايز رضا الناس عليا وعايز اعمل حاجات عشان يبص، فبتأثر أكتر مثلا بكلام صحابي، إن أنا ممكن أبقى عندي استعداد أكتر إن أنا لما حد يقول لي تعالى أعمل حاجة مش يعني أعملها علشان عايز أرضيه أو عشان يبقى شكلي حلو أو عشان الناس تتبسط مني، إن أنا خايف جدا 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 إن أنا أعمل حاجة غلط أو إن ماما وبابا يزعلوا، مع إن ساعات الأم أو الأب مثلا تقول لي إحنا ولا بنعاقب ولا بنضرب، بس هو على طول خايف جدا، وبيبقى أوقات أنا خايف على شكلي قدامكم، خايف ان انا صورتي تتهز، انا مركز جامد جدا في الناس شايفاني ازاي، انا مركز جامد جدا في هيقولوا عليا ايه. كل ديت علامات مع الوقت ممكن لو استمرت بشكل ملحوظ ناخد بالنا ان ممكن يكون في حاجه في الثقه بالنفس. طيب هنا يا استاذه مي، ازاي اميز ما بين عدم الثقه في النفس وما بين الخجل؟ لان الخجل دي صفه بتكون وارد ان بيتمتع بيها اي طفل او طفله في هذه المرحله، هل في فاصل ما بين الاثنين؟ سؤال جميل جدا جدا جدا، لان ساعات زي ما حضرتك قلت الخجل بيبقى شيء طبيعي وجزء من الشخصيه، مش كل الاطفال بتاخد على المواضيع الجديده والاماكن الجديده والناس الجديده بنفس السرعه، وساعات لما بنضغط عليهم ده بالعكس ياثر على ثقتهم بنفسهم اكتر، فاحنا دايما بنسيب الطفل ياخد وقته في ان هو يبقى جاهز، نفكر دايما في ان هي انا جاهز ولا مش جاهز، ولا انا اصلا ما عنديش استعداد ان انا احاول في حاجه. لما بنحط عليه يعني الجزء الاساسي، لما نيجي نتكلم على التيبس او الحاجات اللي احنا هنقترحها، جزء أساسي هو تقبل الطفل في ثقته بنفسه، إحساسه إن هو نفسه يتقبل نفسه، إن هو يحس إن اللي حواليه قابلين. فلما أنا أتقبل إن ابني أو بنتي بطبيعتهم عندهم خجل شوية وساعدهم في إن هم يبقوا بيشتغلوا على دوت وتقبل ده، عكس تماما إن أنا أقولك إنك عندك مشكلة عشان أنت بتتكسف، أنت ليه ما بتسلمش على الناس، أنت ما بتعملش زي بقية الأطفال. لو عمل حاجة صغيرة جدا، يعني لو هو 5 مرات بيتكسف يسلم على حد ومرة تشجع وسلم من بعيد، أشجع التسليمة اللي من بعيد دي. أنا واخدة بالي إن أنتي بتحاولي تبقي تاخدي على الناس أكتر أو تعملي مجهود عشان تتعرفي على الناس أكتر، حلوة قوي. أنا عايزة دايما دايما، وبما إننا بنتكلم على موضوع الثقة بالنفس، عايزة دايما نفكر نفسنا إن إحنا مهم جدا إن إحنا نركز على القدرات والحاجات المجهود اللي الطفل بيعمله، مش المشكلة اللي إحنا شايفينها عنده. ممكن يعني الوالدين أو المحيطين ممكن يكونوا هم السبب في عدم الثقة عند الأولاد. إيه الحاجات اللي إحنا ممكن نكون بنعملها بشكل لا إرادي وبتخلي الولد أو البنت عنده حالة عدم ثقة في نفسه؟ يعني في السن الصغير بالذات يا أستاذ هشام، في جزء كبير جدا من صورة الطفل عن نفسه وساعات بتعيش معانا طول عمرنا بتيجي من ماما وبابا شايفيني إزاي. لو ماما وبابا شايفين ان انا حد كويس بصدق ده، لو هما شايفين ان انا عندي مشكله بصدق ده، وساعات بفضل مصدقاه طول عمري. يعني انا دايما بسال الناس، هتلاقوكم مصدقين حاجات على نفسكم كده كنتوا بتسمعوها من وانتوا صغيرين جدا، عارف حتى ساعات بيبقى عندنا وسط الاخوات ده طول عمره تعبنا، دي طول عمرها مريحانا، دي طول عمرها مطلعه عينينا، بيبقى عندنا ليبلز كده. دي بتكمل مع الشخص حتى لما بيكبر. مظبوط، حتى لو جاله حاجات تثبت عكس ده، يعني لو هو طول عمره بيتقاله في البيت ان هو مهمل والناس مثلا في الشغل بيقولوا له انت منظم وشاطر جدا، ما يصدقش، يقول هم مش عارفيني كويس، انا عارف نفسي كويس. الصوره القناعات اللي بتتبني عندنا عن نفسنا من جوه بتعيش معانا وبيبقى صعب جدا جدا تغييرها، وبتاثر في ثقتنا بنفسنا وعلاقتنا بنفسنا جامد جدا.